هل ترغب بإكمال دراستك الجامعية في تركيا؟ تضم تركيا 196 جامعة خاصة وحكومية، تحتل بعضها مراتب مهمة على مستوى العالم. فقد اختيرت 6 جامعات تركية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم. تعد برامج المنح التركية من أكثر برامج المنح شمولاً في العالم، فهي توفر للطالب المزايا التالية: الإقامة في سكن مخصص للطلاب مجاناً، تتوفر فيه خدمات مختلفة إضافة إلى وجبات الطعام اليومية، التأمين الصحي، دراسة اللغة التركية لعام كامل في أفضل مراكز تدريس اللغة، تذكرة طيران للقدوم إلى تركيا، وتذكرة للخروج منها بعد إنهاء الدراسة. التمتع بمزايا إذن إقامة الطلبة مثل بطاقة المواصلات العامة المخفضة وبطاقة زيارة المتاحف والأماكن الأثرية مجاناً. راتب شهري للطلاب في المراحل الدراسية المختلفة. لمرحلة البكالوريوس 550 ليرة تركية، أي ما يعادل 250 دولاراً، ولمرحلة الماجستير 800 ليرة تركية، أي ما يعادل 375 دولاراً، ولمرحلة الدكتوراه 1100 ليرة تركية، أي ما يعادل 500 دولار. متطلبات التقدم بطلب الحصول على المنحة: على أن لا يكون المتقدم مواطناً تركياً، أن لا يكون ملتحقاً بجامعة تركية بنفس المستوى الذي ينمو التقدم إليه، أن يكون قد تخرج أو على وشك التخرج من المرحلة الدراسية السابقة للمرحلة التي ينوي التقدم إليها، أن لا يتجاوز سن 21 عاماً للتقدم إلى مرحلة البكالوريوس، أو 30 عاماً لمرحلة الماجستير، أو 35 عاماً لمرحلة الدكتوراه. الوثائق المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على المنحة: تعبئة نموذج طلب إلكتروني، نسخة من الشهادة أو الوثيقة التي تثبت المستوى الدراسي للطالب، كشف علامات مصدق، صورة لوثيقة إثبات شخصية سارية المفعول مثل جواز السفر أو الهوية أو شهادة الميلاد. وبعد إجراء المقابلات يستلم الطلاب نتائج قبولهم في المنحة أو رفضهم، ويتم تزويد الطلاب المقبولين بإجراءات الانتقال إلى تركيا وبدء الدراسة من خلال البريد الإلكتروني.